افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل تدريبية خاصة بتعزيز إدارة مخاطر الكوارث الشاملة في اليمن تحت شعار معالجة الضعف وبناء الصمود. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد عبد الله غالب. دشنت وزارة المياه والبيئة اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل والبرنامج التدريبي الخاص بتعزيز إدارة مخاطر الكوارث الشاملة في اليمن. وافتتاح الورشة أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي على ضرورة الاهتمام بوضع المعالجات المناسبة لتفادي الكوارث المفاجئة التي تكلف الدولة والمواطنين الخسائر المادية في البنية التحتية والخدمية لكافة الخدمات، بالتعاون مع المنظمة العربية والمنظمات الدولية للحد من مخاطر الكوارث بوضع خطة عمل ولجنة مشكلة لذلك. تنعقد هذه الورشة اليوم في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية. كما تلاحظون هناك ارتفاع في وتيرة الكوارث الطبيعية التي تضرب بلادنا بين حين وآخر، ولا سيما في الفترة الأخيرة من العصير والفيضانات وكذلك الدوامات المدارية التي ضربت المناطق الشرقية والجنوبية من بلادنا خلال السنوات الماضية ولا زالت مستمرة، العصير الشديدة، الرياح إلى آخره. هذه مشكلة كبيرة، وبلادنا منضمة منذ العام 2015 ضمن إطار سانداي للحد من خطر الكوارث. اليوم تعقد هذه الورشة لوضع خارطة الطريق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 القاضي بترتيب ووضع الإطار الهيكلي والتشريعي للحد من مخاطر الكوارث، وهذه اللجنة يترأسها معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي. واليوم نحن بصدد عقد هذه الورشة وعلى مدى يومين من أجل الخروج بجدول عمل تفصيلي، وتعقد الورشة برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور كافة الوزارات والجهات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث. وهذه الورشة التي ستستمر يومين سوف تخرج بتصور وخطة عمل للفترة القادمة للعام 2025، ومن خلال مخرجاتها المختلفة بمشاركة كافة المؤسسات المعنية بالحد من الكوارث الطبيعية. لقناة عدن الفضائية، محمد عبد الله غالب، العاصمة المؤقتة عدن.